بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الآن بفضل الله تعالى وإذنه سنقارب آية 21 من سورة يوسف عليه السلام. يقول مولانا وخالقنا وراحمنا: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. أبا بوتيفار عزيز مصر يعني هداه ربي باش يؤوي سيدنا يوسف اللي عانى معانا من مؤامرات متتالية من إخواني اللي يغلب عليهم الشر الذي لا حدود له، يعني عندهم غيرة من سيدنا يوسف عليه السلام. بطبيعة الأمر سيدنا يوسف عليه السلام هو نبي وأبوه كذلك نبي، سيدنا إسرائيل عليه السلام. يعني العلاقة بين الأب والابن في ميدان الإيمان بطبيعة الأمر مش تكون واضحة. هما بما أن يغلب عليهم الشر والجهل والهمجية، ما أنا بطبيعة الأمر مش يأولوا العلاقة ذيك اللي في مستوى راقن، وقولوا احنا لا ليس عند ابينا يعني تقدير لنا، كاننا لا وجود لنا، كاننا لا قيمه لنا. وهذا طبيعه بالانسان خاصه في بني اسرائيل. سيدنا اسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام ما انا رام رام من قطع تاع أبنائه اللي هما يغلب عليهم كما قلنا اللا إنسانية والعدوانية والغرور موجود عند الشعوب بما فيهم بنو صهيون وبما فيهم الكرب. أبناء عم اتفقوا على أن يكونوا أشرار لا أبرار. وهذا قدمت قليل من كثير برأيي في هؤلاء، يعني اللي يمثلوا هي ثنائية تمثل الشر الذي أفسد حياة البشر. لأنه كانوا ربانيين كانوا من الأبرار بالنسبة لأبيهم يعقوب عليه السلام جاكوب كلابيدا الله سوسيروي وأخوهم يوسف عليه السلام. وقلنا علاش دائما الأرواح كما يقول سيدنا عليه السلام جنود مجندة، ما شبه منها اتلف وما تنكر منها اختلف. ولها احنا وغالبية البشرية عبر التاريخ ما نتفقوش، لا نحن نحب السلم وهم يحبوا الحرب، نحن نحبوا العمار وهم يحبوا الخراب، و و و والسلام علينا بفضل الله تعالى.